هذا الفيديو برعاية بيلولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عيد الحتري وأخبار الألعاب هذا الأسبوع كالآتي. أول خبرين بيكونون من شركة نينتندو أو العملاق الأحمر. قلت أنا الأحمر، أوكي؟ خلص. أوكي. تم الإعلان عن شخصية جديدة للعبة سوبر سماش بروز على جهاز الويو والثري دي اس، وهو كلاود، بطل لعبة فاينل فانتزي. سوف يحصل كلاود بالطبع على لعبة أميبو خاص فيه، ولكن لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدارها بعد. وأيضاً الإعلان عن حلقة دايركت خاصة بلعبة سماش في شهر ديسمبر القادم، وهي سوف تكون آخر حلقة للعبة سماش. كل الإضافات النهائية راح يتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر. ونكمل معاكم مع العملاق الأحمر وخبر عن زلدة. تم الإعلان عن لعبة The Legend of Zelda Twilight Princess HD، والتي سوف تأتي مع أميبو لشخصية وولف لينك، وسوف تصدر في 4 من مارس 2016. وأيضاً سوف يتم الإعلان عن لعبة زلدة على جهاز الويو في 2016، ولكن لم يتم التحديد تاريخ بعد. الخبر الثالث بيكون عن لعبة فول أوت وأرباحها على جهاز الستيم. بس هو مو جهاز، أنا قطعت بلية توه. شو اسمه هو؟ على الستيم، على الستيم. استطاع حساب ستيم سباي الذي يقوم بمراقبة أرقام اللاعبين وعمليات البيع على متجر ستيم أن يحصل على معلومة بكون فول أوت 4 أحد أهم إصدارات العام، قد حققت أكثر من 1.2 مليون نسخة مباعة على الستيم خلال فترة لا تتعدى 3 أيام، ويعتبر هذا الشيء نجاح كبير للعبة، وهذا يعني بأن اللعبة لديها فرصة كبيرة بتخطي حاجز 10 ملايين نسخة مباعة. بالنسبة حق اللي جربوا اللعبة، ايش رأيكم فيها؟ الخبر الرابع والأخير مثير للجدل بشكل كبير، حيث انتشرت مؤخراً تقارير تشير إلى أن السلطات في المملكة العربية السعودية قامت بمنع تداول لعبة Rise of the Tomb Raider في المملكة من دون أن توضح أسباب ذلك. وفي أول تصريح رسمي أكدت شركة مايكروسوفت عبر حساب التويتر الخاص بإكس بوكس السعودية هذا القرار، وذلك من خلال ردها على استفسار أحد المتابعين، حيث اكتفت بالقول أنه بالفعل تم منع اللعبة في السعودية. هذا وتشير معظم التوقعات إلى أنه قد يكون وراء هذا المنع وجود مهمة داخل لعبة Rise of the Tomb Raider تتطلب من لارا القيام بالبحث عن قبر يدعى قبر الرسول، ولكن دون تحديد أي رسول بالضبط، كواحدة من المهمات في هذه اللعبة. يا جماعة، شنو تتوقعون سبب المنع؟ وبالأخص أبي رأي المتابعين السعوديين بالشيء هذا. وإذا حابين تعرفون المزيد من الأخبار تابعونا على www.extravagaming.com. لا تنسون تشتركون بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب ولايك للفيديو، وأخيرا ساعدونا في نشر هذا الفيديو. نشوفكم في الحلقة القادمة.